مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. هذا اللقاء اليومي معكم على شاشه النيل للاخبار في برنامج من القاهره. في هذا البرنامج نلقي ضوء على اهم ما يشغل المصريين من قضايا وملفات هامه. البداية مشاهدينا وكالمعتاد إطلالة إخبارية على أهم أحداث اليوم، نبدأها ببرقية التهنئة التي بعثها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 46 لنصر أكتوبر المجيد. وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي قال إن رجال القوات المسلحة قادرون على التصدي لمحاولات المساس بأمن واستقرار مصر والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف. في سياق متصل، بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، شدد فيها على أن تاريخ 6 أكتوبر استقر في ضمير الأمة ووجدانها وصار رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة. اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في البرقية التي بعثها للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء فيها أيضا أن القوات المسلحة الباسلة خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلى قيم التضحية والعطاء. أمر المستشار حماد الصاوي النائب العام بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بضرب محامي بالمحلة الكبرى أمس، وذلك بعد استجوابه. تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل الواقعة. الواقعة بدأت أحداثها في الساعة 8 تحديدا من مساء أمس الخميس. المحامي أحمد علوان كان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته. حضر إليه الضابط وطلب منه الانصراف من المكان. لعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما تطورت إلى اشتباك بالأيدي. انهال الضابط خلاله عدد من مرافقي من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة، ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به لقسم شرطة أول المحلة، وهناك أنزلوه فأبصره محامي يعرفه ورئيس مباحث القسم، وطبعا عرف بما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضرا بالواقعة. كانت نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة في الواقعة وتفاصيلها، بينما بادرت وزارة الداخلية على الفور بإيقاف الضابط عن عمله. وذكر بيان النيابة العامة أن النيابة استمعت لشهادة المجني عليه وشهادة أيضا المحامي الذي شهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. النيابة العامة سارعت إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، كما طلبت بيان بأسماء القوى المرافقة للضابط المتهم، وطلب رئيس مباحث القسم السماع لشهادته. وتعكف في النيابة العامة الآن على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة. نفى مصدر أمني صحة ما تم بثه على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك بشأن استهداف أحد الأكمنة الأمنية بالطريق الدائري بالعريش بشمال سيناء واستشهاد عدد من رجال الشرطة بالكمين. المصدر أكد أن ما تم نشره بشأن كمين الصفا هو عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا. أعلنت وزارة الخارجية أن قرار تسليم المواطن السوداني وليد عبد الرحمن حسن سليمان بيعكس مدى التعاون بين الأجهزة التنفيذية في البلدين. الخارجية أصدرت بيان صحفي قالت فيه أنه في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والسودان وتعزيزا لأواصر التعاون بين حكومتي البلدين،
صدر اليوم قرار بتسليم المواطن السوداني الذي سبق وتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه على ذمة إحدى القضايا إلى السلطات السودانية، وذلك بعد تقنين كافة الإجراءات المتخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة العليا في مصر. معي عبر الهاتف الأستاذ بلال أدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب. مساء الخير أستاذ بلال. أهلا بحضرتك فندم، وأهلا بسادة المشاهدين. أهلا بك. يعني دلالات قرار تسليم المواطن السوداني إلى السودان، يعني أولى ما ذكرته الخارجية أن هذا الأمر بيعكس أن هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجانبين المصري والسوداني. عايزين بس نقول للرأي العام المصري والسوداني وبعض الناس اللي بتشهر بالدولة المصرية على السوشيال ميديا، أن في مثل هذه الحالات تقوم الشرطة المصرية بإبلاغ وزارة الخارجية لوضع الصورة كاملة أمامها للتصرف، على اعتبار بأن المقبوض عليه يتبع إحدى الدول الشقيقة. ما بنتكلم عن الشرطة المصرية أبلغت وزارة الخارجية، أنا بتكلم عن أثناء الأحداث اللي كانت يوم الجمعة السابقة، وبناء عليه وزارة الخارجية تتواصل مع السفارة السودانية وتخطرها بما تم بأنه تم القبض على أحد الأفراد السودانيين في القضية وفي اعترافاته والكلام ده كله، وبناء عليه السلطات السودانية بتطلب ترحيله على نفقتها الشخصية، وبالتالي ده في الأعراف الدولية هذا التصرف يتم في الأعراف الدولية. طيب هل ده التصرف الأول التي تقوم به الدولة المصرية؟ لا طبعا، في كذا قضية حصلت منذ أحداث 25 يناير كان في قضية التمويلات الأجنبية. طبعا الدولة المصرية بترتأى أنه لابد من ترحيل هذه العناصر للحفاظ على الأمن القومي المصري. احنا في كذا نموذج قدامنا، يمكن في منطقة الزمالك كان تم القبض على أحد العناصر التابعة لإحدى الدول، كان قبض عليه في إحدى محطات الوقود وعمل مشكلة، واتضح أنه لديه باسبور دبلوماسي، واتجهت الدولة المصرية كالعادة لاتخاذ الطرق الدبلوماسية والطرق السلمية لترحيله وزارة الخارجية. يعني هذا الأمر يا فندم عشان نوضح للمشاهدين، لا يشكك في صحة الإجراءات اللي تم من خلالها ضبط المواطن، تسليمه أو ترحيله إلى بلاده. ترحيله إلى بلاده وتحمل السفارة نفقات ترحيله. ده في الأعراف الدولية في كل الدول ده بيحصل، حتى لو مصر في أحد العناصر اللي الشقيقة أو الغير شقيقة التابعة لأحد الدول، ده بيتم في 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 كذا قضية حصلت قبل كده منذ أحداث 25 يناير. أما الادعاءات اللي بيروجها المجلس القومي لحقوق الإنسان وللأسف المنتهية مدته، وللأسف أيضا إن مجموعة كبيرة جدا 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 من عناصر المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبحوا دلوقتي في خارجين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مختار نوح قدم استقالته، كمال الهلباوي يعني لم يعد عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ويكفي المقالات اللي بيكتبها على أحد المواقع الإخوانية المرتبطة بتمويلا من قطر تشهير بالدولة المصرية. أحد العناصر أيضا يعني أصبح لم يعد موجودا في مصر، إحدى المحاميات الأعضاء اللي موجودة في أحد عضوات المجلس القومي لحقوق الإنسان كان عندها قضية مع الخادمة لديها وبتحقق في القضية، شهرت بالشرطة المصرية حاجات. يعني المفروض لابد أن يكون عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رقم واحد على دراية بالقانون، رقم اثنين أن يكون يعني رجل دولة، ثلاثة أن يكون مدرك تماما أنه لا يصح ولا يجوز بناء معلومات من السوشيال ميديا أو بناء معلومات من المواقع الإلكترونية الأجنبية اللي هي المعادية التابعة لجماعة الإخوان اللي موجودة في قطر أو تركيا أو لندن. ما بنتكلم عن مجلس حقوق إنسان، وأنا بقول الكلام ده على ضمانة الشخصية، فقد قيمته وفقد ظله. ما بنتكلم عن مجلس حقوق إنسان لم يعد يناصر حقوق الإنسان في مصر، بل بالعكس يناصر حقوق في بعض الأحيان الإرهابيين. احنا مش هننسى المداخلة التليفونية اللي أجراها الأستاذ جورج إسحاق مع إحدى قنوات الإرهاب اللي بتبث من تركيا، قناة مكملين، واللي ادعى فيها ادعاءات غير صحيحة عن ما يحدث في سيناء، وان هو يعني أكد على كلام الإرهابيين اللي بيتكلموه هناك في تركيا ضد الدولة المصرية. لابد أن تكون عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
على قدر الثقة اللي بتقول إليه، لابد أن يكون أولا فاهم ليه قانون الإجراءات الجنائية. ما بنتكلم عن الكلام اللي بيتقال، ما قيل مؤخرا بأن يعني الأستاذ محمد فايق، ولو حضرتك تسمحي لي أن أنا أتكلم عنه شخصيا، أستاذ محمد فايق قيمة كبيرة جدا وإحنا كلنا طبعا بنحترمه ونجله ونجل يعني تاريخه أكيد كل جداً. الاحترام لكافة الأشخاص حتى اللي حضرتك ذكرتهم، لكن الفكرة احنا بنتكلم في عدم إدراك بالإجراءات القانونية. يعني مصر سلمت هذا المواطن يعني السوداني على سبيل المثال كإجراء قانوني بيحدث في مثل هذه الحالات وحدث من قبل. يمكن اللي أثار بربلة تصريح الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعني فيما يتعلق به إن الشرطة المصرية وجهاز الأمن المصري بيقبض على مواطنين ويفتشهم تفتيش ذاتي وتفتيش شخصي، ويفتش موبايلاتهم والصور اللي صوروها موجودة على الموبايلات. الأستاذ محمد فايق، يعني أنا بختلف مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، إن قانون إن الكلام ده ضد القانون. لا يا فندم، الكلام ده قانونا موجود في قانون الإجراءات الجنائية، موجود قانون الإرهاب وتعديلاته يا فندم. لابد أن حضرتك مع احترامنا لتاريخك وسنك وقيمتك في فترة حكم جمال عبد الناصر، ولو ان في اختلافات نختلف في وجهة نظرك في قيمتك في وجودك في نظام جمال عبد الناصر وخروجك من السجن فيما بعد هذه السنوات، خلينا نركز على الواقع يا فندم، الواقع نفسه. احنا خلينا نتكلم عن ان انا بختلف مع حضرتك في الكلام اللي حضرتك بتقوله، ان القانون بيسمح يا فندم للشرطة المصرية، القانون قانون الارهاب وتعديلاته الاخير بيعطي للشرطة حق اقتحام والدخول في حالة التلبس لأي شخص. ما بنتكلم عن لابد أن تعطى للشرطة أصلا صلاحيات من أجل مكافحة الإرهاب اللي حضرتك اللي احنا شايفينه، كلنا شايفين سيارات مفخخة، شايفين عبوات ناسفة، شايفين أشخاص من دول كتيرة جدا كانت موجودة في التحرير. طيب أنا بسأل حضرتك سؤال يا أستاذ محمد، إذا كان حضرتك معترض على تفتيش المواطنين اللي تم في التحرير، طيب إذا كان افرض مثلا ايمن الظاهري موجود في ميدان التحرير ما يتفتش او متنكر، احنا بنتكلم عن صلاحيات لابد ان يتم تقديمها للشرطه المصريه، وده موجود في قانون الاجراءات الجنائيه خاصه انها في اطار القانون. يعني هذه النقطه في اطار القانون وصلاحيات الشرطه لابد المصريه ان نوضحها حفظ على الامن حفاظا على الامن والاستقرار. بشكرك جزيلا استاذ بلال الدوي مدير مركز الخليج لمكافحه الارهاب. نواصل مشاهدينا اخبارنا. الهيئه الوطنيه للاعلام اعلنت عن عرض فيلم الممر على شاشة القناة الأولى في ذكرى انتصارات أكتوبر 46 في ظل الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة برئاسة حسين زين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي. تم الاتفاق على إذاعة الفيلم على القنوات الأرضية على القناة الأولى يوم الأحد 6 أكتوبر وفضائيا على شاشة الأولى يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري. الاتفاق طبعا جاء حرصا على حق المشاهد المصري لرؤية الفيلم اللي بيؤرخ لحقبة تاريخية هامة جدا من عمر الوطن منذ حرب الاستنزاف وحتى العبور وتحقيق النصر من أجل استعادة الأرض والكرامة. انطلقت فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباق الهيجن الذي يقدم جوائزه اتحاد الهيجن الإماراتي بالتزامن أيضا مع احتفالات 6 أكتوبر في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة ومحافظ الوادي الجديد محمد الزملوطة. محافظ جنوب سيناء قال إن هذا اليوم بمثابة عرس وطني وعربي وتجمع لجميع القبائل العربية على أرض شرم الشيخ مدينة السلام، ووجه الشكر للاتحاد الهيجن الإماراتي لتعاونه والمساعدة في نقل الخبرات خلال فعاليات المهرجان، وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي تليه الدولة بهذا المهرجان الذي بدأ يثبت حضوره محليا وعربيا، وأضاف أن سباق الهيجن من الرياضات المهمة التي تقام على مضمار دولي يتمتع بكافة المواصفات الخاصة بالسباقات الدولية ويلتف حولها جمهور، خاصة أن عدد مشجعيها بيبلغ نحو 25 مليون مشجع بالإضافة لمحبي اللعب على مستوى الوطن العربي وبعض الدول الأوروبية. مضمار سباق الهيجن جرى إنشاؤه على غرار أفضل الأندية بتكلفة 100 مليون جنيه منهم 75 مليون جنيه بالجهود الذاتية وبمشاركة المجتمع المدني لجذب العرب والأجانب والمهتمين بالأنشطة التراثية العربية.
شهد حفل الافتتاح استعراض الإبل وفقرات فنية متنوعة، وقدمت فرقة شمال سيناء عدد من اللوحات الفنية التراثية بجانب أغنيات من التراث السيناوي قدمها الفنان غريب مؤمن. فرقة الإسماعيلية أيضا قدمت عدة فقرات فنية وأغنية على أنغام آلة السمسمية بجانب لوحات فنية أخرى. حضر المهرجان وفود عربية وأفريقية والأجانب من زائري شرم الشيخ، بالإضافة لممثلي جميع القبائل العربية المشاركة في السباق. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الإخبارية. هنبدأ مع حضراتكم الفقرة الحوارية الأولى، نتحدث فيها عن حرب أكتوبر المجيدة. الحديث لا ينتهي عن حرب أكتوبر، في كل ذكرى لهذا النصر العظيم لابد أن نستحضر روح هذه الحرب التي جسدت الوحدة بين جميع أطياف الشعب المصري بجانب قواته المسلحة. هذه الحرب أعادت الثقة في المقاتل المصري، وهذه المعركة كانت تستحق بجدارة أن تكون معركة الكرامة والثأر واسترداد الأرض. هيكون معنا مشاهدينا في هذه الفقرة الحوارية سيادة اللواء محي الدين خليل نوح، وهو أحد أبطال الصاعقة في حرب أكتوبر وأحد الأبطال المشاركين أيضا في إحراز هذا النصر المجيد الذي نحتفل به كل عام ويكون درسا للأجيال القادمة. تابعونا مشاهدينا بعد الفاصل.